وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي ستنطلق غدا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء على محاور الرئاسة المصرية لقمة كوب 27 وأهم الإنجازات التي تحققت. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي سيستعرض التجربة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام. حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.